السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجنس العربي للعقار في مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد المنزل اللي كيتباع في إحدادن. اللي ما كيعرفش بالضبط فين جاية إحدادن، جاية في الطريق ما بين الزغنغان والناظور. بالضبط ملي كنطلعوا كنخرجوا عند هاد الدار هادي من البلاصة فين كاين ستاسيون توتال. الدار المساحة ديالها 115 متر كاري، فيها التحت والفوق. التحت 115، الفوق 125. عندها التحفيظ ديالها، كاين الماء، كاين الضو، الواد الحار، شوارع قودرون، والدار عمرها ما تسكنت، باقي جديده. في الدخله مباشره كنلقاو صالون، بحال عندنا سكنه لتحت، كاين الصالون، كاين البيت، وكاين كوزينه في الكراج، وحتى الحمام. الكراج على حساب جوج السيارات والباتيو، هادشي اللي كان عندنا لتحت. ومن بعد منين غادي نساليو لتحت غادي نطلعوا باش نشوفوا الفوق. كما قلنا جايه في إحدادن، كاين التحفيظ، كاين كلشي، يعني المسائل القانونيه ديال الدار كلشي كاين، وحتى الماء والواد الحار، الضو، كلشي موجود. الدار كما كتشوفوا مشمشة ومهوية. هذا البيت اللي كاين لتحت، عنده الشرشم على لاكور على الباتيو. من بعد غادي نوريكم الكراج اللي قلنا كيهز حتى لجوج ديال السيارات، فيه كوزينة ديالو، وكاين هاد البليصة هادي هنايا ما بين الكراج والبيت. قبل ما نشوفوا الدار الفوق غادي نعطي واحد جوج ملاحظات بساطين، وسمحوا لينا بزاف على هاد الملاحظات هادو. اول ملاحظه انه كان عندنا بزاف المؤاخذات على الثمن، وهادي الثمن ماشي حنا اللي كنديروه، حنا غير رساله، حنا مجرد كنوصلوا لك واحد 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 العرض اللي يقدر انت خدام شي خدمه وباغي تقلب على الدار ولا بارتمون وما عندكش الوقت، اولا في اوروبا ما عندكش الوقت كتجيب غير شهر المغرب ما دوزو عطله ولا تقلب فيه، ها كنجيب لك واحد العرض حتى لعندك، يقدر يعجبك كيما يقدر ما يعجبكش. فإلا ما عجبكش هذا ماشي معناه انك غتدخل تسبنا. الا ما عجبكش حنا كنستسمحوا، لانه حنا ما دايرين والو، الثمن ماشي حنا اللي كنديروه، الثمن راه ديال مولاه، ما يمكنش واحد يقول لي انا كنبيع بقدا نقول له لا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، الناس اللي كياخذوا كيقولوا واحد الهضره ديال علاش هاد الثمن هذا راه غير الناظور. يرحم لكم الوالدين، كل واحد خصو يعتز بالمدينه ديالو بالبلاد ديالو، ماشي غير الناظور. هذا الناظور الغالي، هذا الريف الحبيب، المغرب العزيز، ماشي غي. باش نتفاهموا، اللي بركان يعتز بركان، واللي رباط يعتز بالرباط، واللي ناظور يعتز بالناظور. كل واحد الريفي ولا فين ما كان اعتز بالبلاصه ديالك. قدر ما نتفاهموش في الثمن، ما عجبكش هذه، ولكن المدينه خليها ابار، ديك غير ديك التصغير من المدن ديالنا ومن البلاد ديالنا. الله يرحم لكم الوالدين، نحاولوا نتجنبوا شويه وسمحوا لنا بزاف على هذه النقطه هذه. نكملوا الفيديو. الفوق في الدخله كما كتشوفوا كاين صالون على حسب الاحتياجات ديال الواحد. الا كانت العائله كبيره وباغيين البيوت فنقدروا نديروه بيت، وهذا الشيء غيعطينا ثلاثه البيوت الفوق وصالون كبير جاي في الوسط. اذا كنا محتاجين نزيد واحد الصالون صغير في الدخله للضياف، فيقدر يكون عندنا جوج صالونات الفوق وجوج البيوت بالاضافه للبيت اللي كاين لتحت. الدار هذه الحاجه اللي فيها مزيانه هو انه كاين عندك لتحت سكنه، بيت وحمام وصالون وكوزينه وكراج، والفوق نفس الشيء عندك سكنه واحده اخرى. حنا معروفين الناس ديال الجهه الشرقيه ولا كنستعملوا بزاف لتحت، طيب تما وتاكل تما وباخر، الفوق كيطلع بنادم ينعس وصافي. فهذه واحد الحاجه مزيانه وافونتاج كاين في الدار هذه. هنا البيت الاخر اللي عنده الشرجم على لافاساد، كاين بيت واحد اخر لاصق معاه، هذا عنده الشرجم على لاكور. غدا غادي نصور لكم دار في نفس البلاصه حدا هذه تقريبا اون فاس معاها، فيها 120 متر كاري ودو فاساد. هذه فيها 115 متر كاري لتحت و 125 الفوق. هذا هو البيت الاخر اللي عنده على لاكور، باقي دابا الحمام والمطبخ اللي الفوق نوري لكم. يعني التوتال كاين خلينا نقولوا اربعه ديال البيوت، جوج الصالونات، جوج الكوزينات، جوج الحمامات، كراج على حساب جوج السيارات، ولاكور الباتيو. الدار مشمشه ومهويه، التحفيظ كاين، الماء، الضو، الواد الحار، والطريق، الشوارع كودرون، كلشي كاين اسيدي. الثمن ديال البيع ديال الدار هذه هو 85 مليون سنتيم، الثمن ديال البيع 85 مليون سنتيم. حتى نتوما اللي عندكم شي عقار بغيتو تبيعوا في الناظور ولا في النواحي ديال المدينه ديال الناظور، اولا بغيتو ديروا شي تقييم لشي عقار ديالكم ما عندكمش خبره بغيتو تبيعوا ما عرفتوش بشحال باش تقدروا تبيعوا، اولا نفس الشيء الا بغيتو تشريو، اتصلوا بنا على 0644017000. نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم ونجاوبكم على كاع الاتصالات ديالكم. نذكروا انه الثمن 85 مليون سنتيم، 115 متر كاري. نشكركم بزاف على المتابعه ديالكم الدائمه للفيديوهات ديالنا، ونتمنوا ما تاخذوناش على ديك جوج الملاحظات اللي عطيناكم في الوسط ديال الفيديو. اشتركوا كاملين في القناه باش تشجعونا نجيب لكم دائما.